السلام عليكم. اكيد انكم الا فهمتوا هاد لو دوفوار مزيان هادشي اللي غادي ندير، فما غاديش تلقاو دي بروبليم اللي غتمشيو دوزو في لا كلاس ديالكم. اذا لا كيسيون 1، اذا هادي 100% غتلاقاو مع ديفلوبي اي سامبليفي، وحنا في تخوازيام لي كولاج كنقراو لي زيدونتيتي روماركابل. اذا لا كيسيون 1 ديفلوبي اي سامبليفي، دونك عندنا ا ايكال ا موان 3، وخصنا نخدمو العقل ديالنا نخدمو لي بروبريتي دو اكس موان 1 بلوس 1 سيغ 3 فاكتور 9 اكس موان 6. دابا كاين اللي كتجي بحال هادي صعيبة، ولكن نورمالمون راه كنطبقوها لي بروبريتي. هاتو كنسلم على بابا هي موان 3 فوا دو اكس، و كنعاود نسلم على ماما موان 3 فوا بلوس 3 فوا 1. علاش درت بلوس؟ اولا كنتجنب داك البروبليم ديال لي سين بزاف اللي كيخليوني نغلط، وثانيا حيت عندنا موان فوا موان كتعطينا بلوس. غنمشي لهنا، هادي دابا زائد بلوس، ولات هادي مستقله وهادي بوحدها، مداخلاش هادي مع هادي. ان سيغ 3 فوا 9 اكس، عاوتاني هنا كنسلم، عاوتاني هنا هذا، وكنجي لهنا موان بلوس كيعطينا موان. ان سيغ 3 فوا 6 est égal donc moins 6x. Est-ce qu'il est égal au développement qui a cherché 3 fois 2 il y a 6 x qui est pas x moins moins plus 3 plus 1 fois 9 9 sur 3 il y a 3x ça veut dire 3 il y a 3 moins 1 fois 6 6 sur 3 il y a 2 c'est à dire 3 tout ça oui juge والله يرضي عليكم. كنجمعو لي زانكوني مع لي زانكوني، إكس مع إكس، إذا موان سي إكس بلوس 3 إكس. خسرت 6 دراهم وربحت 3 دراهم، حيت هنا عندي موان بلوس، يعني مشات ليا 3 موان 3 إكس. هنا عندي لي نومبغ 3 موان 2 هي 1. دونك كتبقى لي موان 3 اكس بلوس 1، دونك كنحبس لان هادي ميمكنش ليها تجمع. اذا هادي لا كيسيون ليكسبرسيون ا. ليكسبرسيون بي، بي سي تون ايدونتيتي روماركابل، دونك دو غاسين كاري دو 5، و كنطبقو الا كنا حافظين ايدونتيتي روماركابل ما غاديش نلقاو دي بروبليم. هانتوما هادي ا موان بي لو تو او كاري ايكال ا او كاري، ما كنديروش هكا حيت الا درنا هكا بحال الا كنقصدو غير غاسين كاري دو 5 اللي هي او كاري، خاصنا نديرو لي بارونتيز موان 2 فوا ا فوا بي بلوس بي او كاري. اذا حتى حاجه ما نستها من عندي، طبقت لا بروبريتي ايتيكال. هنا كل واحد كنديرو او كاري 2 او كاري، حيت كاين باقي عندو دي بروبليم نورمالمون هنا راه كاين الضرب واخا ما كنكتبوش، وحتى غاسين كاري دو 5 كنديروها او كاري حيت داير القوس، يعني كل واحد كيعطيو او كاري ديالو. موان 2 فوا 2 هي 4 باردون 2 فوا 2 فوا 3 اذا كتعطينا 12. غاسين كاري دو 5 غيبقى غاسين كاري دو 5 بلوس 3 او كاري هي 9 مع شي 6 ايتيكال. هنا 2 او كاري هي 4، وهنا 5 الغاسين غادي يمشي مع غيمشي مع او كاري غتبقى هنا 5 موان 12 غاسين كاري دو 5 بلوس 9. ايتاب باغ ايتاب غيكفيك الوقت وغتجيب النقط كاملين. ايتيكال 20 4 فوا 5 20 بلوس 9 هي 29 موان 12 غاسين كاري دو 5. كاينين دي زيلاف اللي غيديرو 20 وينقصو منها 12، هنا كتمشي لك ليكسبريسيون حيت هنا كاين الضرب. مثلا دابا هنا واش غنحسب 29 موان 12؟ لا، حيت كاين هنا لا ملتيبليكاسيون. الا بغيت نحسب خصني نمشي نحسب غاسين كاري دو 5 شحال كيساوي ونضربو في 12 عاد ندير 29 موان داك لو ريزولطا، ولكن حنا كنخليو ليكسبريسيون بهاد لا فورم هادي. سي ايتيغال غاسين كاري دو 5 moins racine carrée de 3 facteur racine carrée de 5 plus racine carrée de 3. Et donc, la première chose que nous voyons ici, a moins b, a plus b. Nous avons moins plus, c'est l'identité 3.
كاين اللي كيمشي يدير هدف هذا وهدف هذا صحيح، ولكن غتضيع الوقت. هذه ليدونتيتي سامبل كتعطيك ا او كاري موان بي او كاري، ما كنخليهاش هك هنا كيمشي الغاسين مع او كاري، كتبقى ليا 5 موان 3 ايغال ا 2. دونك تو سامبلومون كنجيب لا نوت مزيانه. لا كيسيون 2 لا فاكتوريزاسيون. La factorisation ou l'axe dit le développement. Donc, la factorisation, le développement 9x au carré plus 12x plus 4. Ou la factorisation, on a l'identité remarquable. On a le facteur commun. On a le facteur commun. راه في القسم مثلا في لاكلاس الا كان كاملين لي زيلف عندهم ستيلو ازرق وواحد من هاد لي زيلف ما عندوش، اذا ما غاديش نقولوا بلي هذاك مشترك. اذا فاكتور كومون خص يكون عندهم كاملين. دابا هنايا ما كاينش واحد لو فاكتور اللي كاين هنا بثلاثه، اذا ملي ما كيكونش عندي فاكتور كومون اوتوماتيكمون خصني نفكر في ليدونتيتي روماركابل باش ندير لا فاكتوريزاسيون. اذا هنايا ليدونتيتي روماركابل الا هزيت هاد 9 اكس نردها كلها او كاري، ولكن شنو كندير باش 9 هي 3 او كاري، ماشي كندير 9 او كاري، ما نزيدش من عندي، خص لو ريزولطا يبقى هو هو. انا هذه دابا الا حسبتها غتعطيني 9 اكس او كاري بلس 12، هي غنخرج من هذيك جوج ديال المتطابقه 2 فوا 6 اكس بلس هذيك هاد 6 نقدر ندير فيها مازال 3 فوا 2 بلس 4 هي 2 او كاري. اذا هذه ا او كاري بلس 2 فوا ا بي بلس بي au carré. Il y a A, il y a 3x, plus B, le tout au carré. Il y a l'identité 1. Il y a la factorisation. L'expression E. E, qu'est-ce qui a x au carré moins 5. Il y a un thème le facteur commun. Donc, on va l'identité remarquable. L'identité 1 ou 2. فيهم 3 تيرم يعني كيكون فيها ثلاثه الحدود، هذه فيها غير جوج، دونك ليدونتيتي 3. العقل ديالي هكا كيخدم، لا ماشين هكا كتخدم باش كنلقى. ولكن ملي كنجي ندير ا او كاري موان بي او كاري كاين اللي كيدير هكا كيزيد هاد او كاري من عنده وكيولي خطا، حيت هذه راه ماشي هي 5، هذه راه 25. باش تبقى 5 ويكون عندها او كاري خاصني ندير الغاسين كاري وندير او كاري باش كتبقى لو ريزولطا هو 5 وفي نفس الوقت عندي أو كاري. دونك هي A موان B فاكتور A بلس B. دونك هادي هي لا فاكتوريزاسيون ديالنا. ليكسبريسيون 3 دون ليكزارسيس لا كيسيون 3 باردون دوني ليكريتور سيانتيفيك. هادي تاهي دوزنا لأن لا لوسون فيها كلشي وكلشي غتلقاوه في لاشين. F إيكال موان 0.003. اول حاجه هاد موان ما عنده فين يمشي غادي يبقى باش ما ننساش، قلنا لك كريتور سيانتيفيك خص هاد لو نومبر يفوت واحد، يعني من واحد للفوق وينزل على 10 ما يوصلش عاوتاني 10. دونك دابا باش توصل كنمشي على البغويه ياك، غنكتب 0.03 باش باش هذا يوصل هنا خص لا فيغول تكون هنا 3.0، يعني هاد لا فيغول غنحولها من هنا لهنا. شحال من شيفخ دازت عليه؟ دازت على هادو كاملين 3 شيفخ. اذا كندير موان 3 فوا 10 على بويسونس غير واش بلس 3 ولا موان 3. اذا لا فيغول مشات من فيغ لا دغوات، اش كنديرو؟ كنديرو موان، الا كانت فيغ لا غوش كنديرو بلس. اذا هكا كنخدمو ليكريتور سيونتيفيك بحال هاد اكسبرسيون سامبل، ولكن ملي كنجيو بحال هاد اكسبرسيون انا ديما في لو دوفوار كيكونو اكسبرسيون ساهلين ديال اي واحد، وكاين دي كيسيون ديال اللي مراجع اللي ما مراجعش ما كيقدرش يجاوب عليهم. هنا مثلا جي ايتيغال موان 0.7 فوا 10 على بويسونس موان 9 فوا 3600 فوا 10 على بويسونس 3. دابا هادي غنردها اكريتور سيانتيفيك. اكريتور سيانتيفيك خص في الاخر يبقى ليا واحد العدد اللي هو ما خصوش يفوت 10 في 10 على بويسونس. اذا هاد اشنو غادي ندير؟ خصني نطبق بعدا لي بويسونس، نبسط
اذا كنلاحظ غنجمع هاد موان 0.7 هي موان 7 فوا 10 على بويسونس موان 1 بوحده حولت لا فيغول هنايا وعطاتني موان 7 وحيت لا فيغول دازت غير لواحد لو شيفر درت على بويسونس موان 1 حيت دير لا فيغول فيغ لا دوات فوا 10 على بويسونس موان 9 غنخليها فوا 3600 اذا 3600 غنجيب هاد لا فيغول نورمالمون راه كاينه هنا فيغول 0 غنجيبها لهنا شحال من شيفر غدوز عليه 3 نبدا غندير 3.6 هاد الزروات ما كيتحسبوش بعد لا فيغول داكشي علاش درت غير 6 فوا 10 على بويسونس شحال من شيفر قلنا 1 2 3 3 واش موان 3 ولا بلس 3 اذا لا فيغول كانت في لا دروات جبتها لاكوش العكس ديال هنا جبتها هكا دونك غنديرو بلس 3 فوا 10 وما نساوش هادو حيت هادي وهادي بوحدهم هما داخلين تما ايتيغال دونك غنمشي نحسب موان 7 فوا 3.5 نهزلهم بوحدهم موان 7 فوا 3.5 وهادو كاملين هادو كاملين عندهم لا ميم باز هاد لي زيكسبر هاد لي بويسونس هاد 10 اذا غنحط 10 اشنو غادي ندير غنجمع موان 1 بلس موان 9 بلس 3 هادشي كله في الاس في ليكسبوزون بلس 3 اش كتعطيني كتعطيني اذا موان 3 3.6 فوا 7 غتعطينا دونك 3 في 7 هي 21 0.6 هي 3 هي 4.2 4.2 مع 21 هي 25.2 الا ما غلطتش في الحساب دونك ايتيغال موان 25.2 فوا 10 على لا بويسونس دونك 3 بلس 3 6 6 موان 9 هي موان 3 موان 1 هي موان 4 حيت هادي غتعطيني موان 10 غنحيد منها 6 هي موان 4 ولكن هنايا لو بروبليم هو ان هاد 25 مازال فات ليا 10 اذا ما خصهاش تفوت 10 باش تكون اكريتيور سيونتيفيك اشنو غادي ندير غنجي نهز هاد 25 بوحدها عاوتاني ونحول هاد لا فيغول لهنايا غنجي نكملها هنايا هو راه كل واحد كيدير الطريقه اللي بغا اذا هنايا غير ما تنساش هنا اذا غنديرو موان خص لا فيغول نحولها لهنا يعني غدوز غير على 5 موان 2.52 يعني 10 على بويسونس موان 1 حيت هنايا فوا 10 اذا حولتها من لا دغوات لا غوش يعني غنديرو بلس 1 ردو البال هنا فوا 10 على بويسونس موان 4 اذا كتعطيني موان 2.52 فوا 10 على بويسونس موان 3 حيت 1 بلس موان 4 خسرنا 4 وربحنا 1 يعني مشات لينا 3 موان 3 غنمشي ليكسبريسيون ليكس لي كيسيون 4 لا كيسيون 4 عندنا ايكخيغ سو فورم دون سول بويسونس ما قالش لينا نحسبو غير لا بويسونس مثلا بحال هاد اش h égale à 2 à la puissance 5 fois 3 à la puissance 5 h nous avons هنا هنا le même exposant et donc on خلي l'exposant 5 ou quand ضربو 2 fois 3 كيما هي est égal à 6 à la puissance 5 on حبسو كون قالوا لنا كالكولي خصنا نحسبو هاد 6 à la puissance 5 ولكن هما قالوا لنا écrire sous forme d'une puissance كنخليوها la question est i est égal à 9 donc 9 donc de 10 questions ساهلين ou درت les questions اللي هما صعاب باش نوجدو مزيان 2 à la puissance 9 sur 4 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 7 est égal هنا باش نطبق لي بروبريتي ما عندي حتى حاجه بحال بحال ولكن نزيد من عندي نقلب نبش على دوك الخاصيات مثلا هاد 9 غندير فيها 3 à la puissance 2 وغنخلي على بويسونس 5 ما غنقيسهاش فوا 2 على بويسونس 9 سور 4 عاوتاني غندير فيها 2 على بويسونس 2 وغنخلي لا بويسونس 3 انا كنقرب فوا 3 على بويسونس 7 غنجي نحسب هنا بديك لا بروبريتي اللي عندي دو دو اكسبوزون كنضربهم اذا غتعطيني 3 على بويسونس 10 فوا 2 على بويسونس 9
sur 2 à la puissance 2 fois 3 égale 6 fois 3 à la puissance 7. Là, on va faire ça. C'est de 3 sur 3. Ou là, on va dire le quotient. On va dire 10 moins 7. Et on va dire que c'est le même SS. On va faire double SS. On va obtenir fois 2. 9 moins 6 est égal 3 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 9 moins 7 il y a 3. 3 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 3, on va nous dire que c'est comme ça. Je vais dire le même exposant, donc on va dire 3 fois 2, le tout à la puissance 3 est égal 6 à la puissance 3. هادشي كامل وفي الاخر عطاني 6 على لا بويسونس 3. يعني غير بلي ما كنزيد حتى حاجه من عندي، غير ديك لي تكنيك انني كنقلب على الخاصيه. انا بعض المرات كتعطيك خاصيه ديريكت، بعض المرات خصك تقلب شويه، ولكن هادشي كيجي بالمراجعه. ليكسبريسيون جي، اذا دابا جي فيها شويه ديال الخدمه. جي حتى هي بويسونس، اذا هو لو دوفوار طويل، ولكن حنا كنتوقعوا ان يكون كاع باش اي كيسيون جاتني نجاوب عليها، ماشي نعول على اسئله ساهلين وملي يمشي الامتحان نلقى شي سؤال فيه غير شويه ونوقف. دونك ا على بويسونس موان 2 فوا بي على بويسونس 2 فوا ا على بويسونس موان 3. ما نغلطوش، راه الا غلطنا في كاين كينقل معلومات غالطين، الا نقلتي الغلط يعني كلشي غادي يكون غلط، واخا تكون كتجاوب انت مزيان. بي على بويسونس موان 3 فوا ا على بويسونس موان 3 B à la puissance 3, le tout à la puissance 5, fois A à la puissance 2. Et la première chose, on va se faire un peu. Maintenant, c'est un peu. On va dire le casse ou le A à la puissance moins 2, B à la puissance 2, mais à 4, il y a B à la puissance 8, et deux exposants, 2 fois 4. Ou c'est A à la puissance moins 3 fois 4. هي موان 12، حيت كاين باش كيبدا كيمشي بعدا يقلب هذا باش يحيد ليكسبوزون نيجاتيف. فاش بغيتي خليه حتى الاخر، الا قالوا لك حسب اصلا تحيدو، ما قالوش لك خليه. فوا بي على بويسونس 5 سور بي على بويسونس موان 3 فوا هنا عاوتاني موان 3 في 5 هي موان 15، بي على بويسونس 3 فوا 5 هي 15 فوا ا على بويسونس 2. دونك نبقى غادي شويه بشويه. احسن طريقه هنايا انني نجمع بعدا هادو اللي الفوق، دونك عندي ا مع ا لا ميم باز كتعطيني ا، كنجمع موان 12 مع موان 2 كتعطيني موان 14، اذا لي نومبر غولاتي خصنا نكون ضابطينهم، خسرنا جوج خسرنا 12 خسرنا 14. فوا بي على بويسونس 8 بلس 5 هي 13. عاوتاني هنا لي ميم باز موان 15 بلس 2 دونك غتعطينا ا، ماشي موان 17 هي موان 13 حيت خسرتي 15 وربحتي 2 يعني مشات ليك 13. فوا بي على بويسونس هنا عندي موان 3 بلس 15، عاوتاني هنا خسرت 3 وربحت 15 يعني عندي 12 ايتيكال. غنكمل هنا، هنا عاوتاني غنطبق بحال هكا. هنا لو كوسيون إذا غنخلي ا بوحدو موان 14، ردو البال هنا ما غاديش ندير هكا. موان 14 موان ديال القاعدة، هاد الموان هادي كيولي بلوس 13 فوا بي على بويسونس 13 موان 12، كنقص هذا من هذا ايتيكال ا على بويسونس موان زان، هاو التاني ماشي موان 17 مشات ليك 14 ربحتي 13 يعني مشا ليك غير واحد. فوا بي على بويسونس 1. نقدر نزيد نكمل، نقلب دابا ا تعطيني 1 سور ا على بويسونس 1 فوا بي على بويسونس 1، حيت ملي كنقلب كنبدل ليكسبوزون. اش كيبقى ليا في الاخر؟ كتبقى ليا 1 سور بي بي سور ا، حيت بي على بويسونس 1 هي بي و ا على بويسونس 1 هي ا، اذا كتبقى ليا بي سور ا. هادشي كله في الاخر عطاني بي سور ا. غنمشي ليكزارسيس 2 ديال لي راسين كاري، لان لو دوفوار غادي يكون فيه لي زيدونتيتي ريماركابل و لي بويسونس مع لي راسين كاري. اذا لا كيسيون 1 كالكولي، يعني كتكون سامبل
غتلقاو دي كيستيون سامبل هكا. ا ايكال دونك ك ايكال راسين دو 81 الى شكون اللي كيعطينا 81 كتعطي علينا 9 او كاري او كاري كيمشي مع الراسين كتبقى لنا 9 ماشي راسين كاري دو 9 ال ايكال راسين كاري دو 1 بحال هاد لي كيسيون هادو ما تزقلوهمش ايكال دونك كنفرق راسين كاري دو 1 سي راسين كاري دو 9 راسين كاري دو 1 هي 1 حيت 1 او كاري ايكال 1 يعني ما كيتبدلش هو وشكون اللي كيعطينا 9 3 او كاري دونك هي 3 هي 1 سور 3 حيت راسين كاري دو 9 باش نوضح لكم اكثر هي راسين 3 او كاري والراسين كيمشي مع او كاري كتبقى لنا 3 1 سور 3 L'expression M. M égale racine carrée de 20. Hna, hna, tu as dit que 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 tu as dit هي 10 او كاري او كاري كيمشي مع الغاسين كتعطينا 10 اذا كنربح لا وقت و كنربح دغيا كنجيب الجواب الصحيح ليكزارسيس لا كيسيون 2 سامبليفي اذا لا كيسيون 2 سامبليفي يعني ما قالوش نحسبوا في الاخر غاسين دو 18 اصلا ما يمكنش نحسبوا موان غاسين دو 8 موان 5 غاسين كاري دو 2 اذا عندنا غاسين كاري دو 2 هو اللي ما عندنا ما نديرو ليه يعني هادو كلهم خصنا نخرجو منهم غاسين كاري دو 2 وشوفوا دابا 18 كاين اللي غيدير 6 فوا 3 ما غتنفعك حتى حاجه انا غندير فيها غاسين كاري دو 9 فوا غاسين كاري دو 2 حيت بانت لي هاد 2 8 غنديرو فيها 4 فوا غاسين كاري دو 2 موان 5 غاسين كاري دو 2 ايتيغال غاسين كاري دو 9 هي 3 ماشي 9 راه كاين اللي كيحيد الغاسين بحال ما كاينش راسين كاري دو 2 موان راسين كاري دو 4 هي 2 راسين كاري دو 2 موان 5 راسين كاري دو 2 كاين اللي كيدير لا فاكتوريزاسيون براسين كاري دو 2 مزيان كاين اللي ما كيديرش كاع لا فاكتوريزاسيون حيت الا عندنا لو ميم راسين كاري غنحسبو اذا 3 موان 2 هي 1 1 موان 5 هي موان 4 راسين كاري دو 2 حيت خسرتي 5 دراهم وخسرتي 2 دراهم يعني مشات لك 7 دراهم ولكن حيت ربح شي 3 دراهم يعني مشات لك غير 4 دراهم هي موان 4 غاسين كاري دو 2 غنمشي ليكسبريسيون دي باردون ليكسبريسيون او ايت ايغال غاسين كاري دو 9 سور 8 فوا غاسين كاري دو 24 سور 25 فوا غاسين كاري 225 sur 12 هذه هي الاكسبريسيون هنا حيت عندنا لو برودوي غنجمع انا كلشي في واحد الغاسين كاري وندير الضرب حيت الضرب كنضرب الوسط 9 فوا 24 فوا 125 sur 8 فوا 25 فوا 12 غنجي ما غنحسبش حيت غنكبر العدد غنبدا غير نبسط عندي 9 هي 3 فوا 3 24 حيت عندي هنا 8 غندير فيها 8 فوا 3 غيكون كاين حتى في لا سامبليفيكاسيون 125 حيت عندي 25 هي 25 فوا 5 كتبقى لي هنا لتحت 8 حيت كاينه 8 ما غنفرقهاش 25 غنخليها و 12 غندير فيها 4 فوا 3 كنختزل بعد اول حاجه 3 25 25 8 8 اش كيبقى ليا كتبقى ليا غاسين كاري دو 3 فوا 3 هي 9 9 فوا 5 هي نخليها 9 فوا 5 سور 4 وغادي نفرقهم دابا كل واحد ندير ليه الغاسين ديال غاسين دو 9 هي 3 راسين دو 5 غتبقى راسين كاري دو 5 وراسين كاري دو 4 هي 2
اللي قدرت نخرجو كنخرجو، اللي ما قدرتش كنخليه لداخل ديال الغسيل كاري حيت عندي لو برودوي. غنمشي لا كيسيون 3 ديال كيفاش كنحيدو لو غاديكال من لو دينوميناتور. غادي نحيدو الغسيل كاري من لو دينوميناتور حتى درناها في لا لوسون. اذا كيكونوا فيها دي زيكزارسيس دي كيسيون اللي هما سامبل بحال دابا هذا. اذا بي ايغال 21 ودائما خصنا نفهمو الدرس هو الاول عاد نجيو لي زيكزارسيس. اذا قلنا بان هنايا غنضربو 21 و دو غاسين كاري دو 7، ما غاديش نضرب في دو غاسين كاري دو 7، غنضرب غير في غاسين كاري دو 7 حيت اصلا عندي لا ملتيبليكاسيون، ما عنديش زايد ولا ناقص. هنا 21 غاسين كاري دو 7 حيت كون كان غير زايد ولا ناقص خصنا نديرو ايدونتيتي رماركا 2 فوا غاسين كاري دو 7 او كاري هي دونك غنكتبها بعدا باش تبان ليكم منين جات. دونك 21 غاسين كاري دو 7 سور 2 فوا 7 غتبقى الى 7 حيت الغاسين كيمشي مع الكاري. كنختازل حيت 21 هي 7 فوا 3 غاسين كاري دو 7 ما نساوش الاختزال سور 2 فوا 7 ما غنحسبش انا غتبقى غنختازل ب 7 غتبقى ليا 3 سور 2 غاسين كاري دو 7 هادشي اللي كيبقى لينا. لا كيسيون كي دونك كي اتيغالا اتيغالا دونك هنايا غتكون عندنا وشوفوا هنا خصنا نديرو ليدونتيتي روماركابل. عندي بلوس غنضرب في موان 1 2 غاسين كاري دو 3 كنرجع لو دينوميناتور شنو عندي 1 2 غاسين كاري دو 3 غنضرب في هادي نيت. انا ما كتسوقش واش هنا كاين ناقص نضرب في زايد، انا غادي مع لو دينوميناتور نضربش في هادي هنا خصني حتى الفوق نضرب فيها ايتيغال 1 موان 1 بلس هنا 1 بلس بي فاكتور ا موان بي هي ا او كاري موان 2 غاسين دو 3 موان بي او كاري. ليدونتيتي 3 هي باش كنخدمو هنايا، هادي بحال عندي اكس في اكس كيعطينا اكس او كاري هي 1 موان 2 غاسين كاري دو 3 لو تو او كاري. ما كنديرش لو ديفلوبمون، ما تحاولوش دير لو ديفلوبمون غتعقدو باش حتى الا غنختازلو في الاخر هذا نخليوه ما نديروش ليه لو ديفلوبمون. ايتيغال دونك غنخلي هذيك حيت انا الهدف ديالي قالوا لي نحيد لوغاسين كاري من لو دينوميناتور دو 3 او كاري سور 1 هي 1 هنا 2 او كاري هي 4 وغاسين 3 او كاري هي 3 اذا 4 فوا 3 هي 12 تيغال كي دي كيجي حتى لهنا وكيدير خطا. شنو هو الخطا اللي كيدير؟ 1 موان 12 كيدير فيها موان 11 كيدير فيها 11 هنا كيمشي ليه لو بوان خسرتي 12 ويلاه ربحتي واحد يعني مشات لك 11 موان 11. غنمشي ليكزاج لا ديغنييغ اكزارسيس اللي فيه شويه ديال الا كنتي فاهم مزيان ومراجع غيجيك ساهل، الا ما كنتيش مراجع ما تقدرش تجاوب عليه. دونك قالوا لينا ديفلوبي اذا لاكيس ليكس ا ماشي الهدف منها هو لو ديفلوبمون. بغينا نوجدو السؤال الثاني اذا هنا ايدونتيتي روماركابل ا او كاري كنديرو عاوتاني الا غلطتي في هادي غتغلط في الاخر بلس 2 فوا ا فوا بي بلس بي او كاري دونك 3 او كاري هي 9. ديجا في السؤال الاول شرحت كيفاش كنديرو هنايا راسين دو 2 او كاري هي 2 بلس 2 فوا 3 فوا 1 هي 6 راسين دو 2 بلس 1 هنا 2 9 فوا 2 هي 18 نجمعوها مع 1 حيت مستقلين هي 19 بلس 6 غاسين كاري دو 2 وكنحبس ما نجمعوش هادي حيت كاين هنا الضرب كنقولها ونعاودها ليكسبريسيون ار بي اذا ار ايتيغال غاسين كاري دو 19 بلس 6 غاسين كاري دو 2 موان كيفاش غنعطيو لا فالور ديال هادي؟ خاص هاد الغاسين كاري الكبير نحيدو. باش غنحيدو خاص يكون عندي او كاري. الا خدمت عقلي مزيان هاد 19 كولور باش يبان ليكم هاد 19 بليس هي هادي ياك. شكون اللي عطاتني هادي؟ عطاتها ليا هادي ياك. هادي وهادي متساويين اذا غنمسح هادي ونحط بلاصتها هادي. اش كنمسح باش نتفاهمو مزيان ملي كنقولو كنمسح كنعوضو الغاسين كاري راه غيبقى حنا كنهضرو غير على هادشي. غنحط في بلاصتها 3 غاسين دو 2 بلس 1
le tout au carré moins 3 racine carrée de 2. علاش باش دابا هاد الغاسين كاري غيمشي مع هاد او كاري حيت كاينين الاقواس وغتبقى ليا حيت هادي بوزيتيف غتبقى ليا 3 غاسين دو 2 بلس 1 موان 3 غاسين كاري دو 2 موان 3 بلس 3 هي 0 كيبقى لينا 1 وها حنا جاوبنا على وها حنا جبنا ان شاء الله 20 سور 20 دونك نطول واخا ما نكونش شغلت عليكم نتمنى لكم التوفيق ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.